أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قرأنا على الأذان وحكمة التي يحملها الأذان، وقالين ما تكلمنا على سر الأذان، يعني عندما الإنسان يقرأ في صحيح البخاري كاين عدة أحاديث يعني هي غير حاجة كما يقولوا متواضعة أساسية في الدين، يعني تناول يعني حكمة الأذان كما جاء الأذان. والأذان معروف أنه يعني لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأذان كما هو مركب، ولكن رآه يعني صحابي في المنام وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أما الأحاديث يعني اللي عندها يعني في الحقيقة أهمية وتطلب منا يعني أن نحاول يعني تفكر في سره، هي الأحاديث التي ذكرت في إحياء علوم الدين من طرف أبو حمد الغزالي رحمه الله. الحديث الأول يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني كل شيء يسمع الأذان سواء من إنس أو من جن أو ملك أو أي شيء آخر يشهد للمؤذن يوم القيامة. هذا يعني الحديث الأولاني هي قضية الشهادة، يعني كل شيء حي أو يابس أو يعني أو صخرة أو طير أو حيوان يسمع الأذان يشهد لصاحبه يوم القيامة. احنا يعني في التفكر الحاجة الأولى أن يعني كل شيء المحيط بنا هو يسمع الأذان ويسمع القرآن ويسمع النداءات، يعني كي تكون نداء يكون نداء رباني. فالحقيقة أنه يوجد حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا كان الإنسان في صحراء مثلا وفقد يعني الدابة تاعو، عليه أن ينادي يا عباد الله الصالحين يا عباد الله الصالحين يا عباد الله الصالحين دلوني أو أرجعوا لي دابتي والمركب تاعي إلى آخره. فيسمع ويوجد من الصحابة الذين يعني في الحقيقة يعني وقعت لهم واقعة في الصحراء هذه ونادوا، ثم يعني إما يعني الدابة تاعهم رجعت إليهم، إما يعني أرشدوا يعني إلى طريق مشوا فيه حتى وصلوا إلى دابتهم. هذا النداء في الحقيقة يعني نداء للصلاة فيه سر، إلا إننا إذا أردنا أن نستعمله لكي يجذب ملائكة ونوع من الجن الصالح، نوع من يعني جنود الله، وهذا يعني جنود الله لا نحصيها، وهي مخلوقات ممكن أخرى ليس بملائكة وليس بجن، هم عباد الله صالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، كما يختم في يعني واحد يعني الدعاء والصلوات على النبي في آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني نقول في الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الأولين والآخرين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله الصالحين من أهل السماوات السبع ومن أهل الأرضين، يعني هو النداء في الحقيقة يسمحه كل يعني
شيء يعني حي، وحتى الجماد لأن الجماد حي فيه روح. ولذلك سر الأذان يستعمل في بعض الأحيان عند يعني الكرب وعند الفتنة، أو خاصة عند يعني عند يعني نزول عمار في بيت أو شياطين أو يعني يعني نوع من السحر إلى آخره، جنون يستعمل وينادي، إلا أن في النداء يعني الإنسان الذي ينادي هذا الجنود الله، يناديها الصالحين، يناديها الملائكة، يعني لا يقول حي على الصلاة، يعني يفوت حي على الصلاة، ولكن ينادي 4 مرات حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وفي بعض الأحيان يزيد، يعني يزيد على هذا، يعني هو النداء يقوله 3 مرات أو 5 أو 7 مرات، يقول يعني عندما يريد أن يطهر مثلا بيته من الشياطين، أو يريد أن يعني تتقرب منه يعني جنود من جنود الله أو ملائكة أو صالحين، يدعو به 3 مرات في مكان يعني هو جالس فيه، أو يدعو به 5 أو 7 مرات، يستجاب بإذن الله وتحضر تلك الأرواح. والدليل على هذا الحضور هو النداء، هو هذا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. أناديكم يا أهل الخير، يا عباد الله الصالحين، يا ملائكة الرحمن، أن تعالجونا، أن يعني تدفعوا عنا هذا البلاء من الشياطين والجن يعني والسحر. أناديكم بالله، أناديكم بالله، أناديكم بالله، بارك الله فيكم وعليكم، أن تحمونا، أن تدافعوا عنا من هذا الشر، من هذا الشياطين، من هذا الجنون، من هذا السحر، من هذا الشر الإنس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي كيفية الدعاء، يعني بالأذان تحضر يعني ملائكة، تحضر جنود من جنود الله، وتحضر جن صالح يدافع عنكم إن شاء الله. السر هو يعني نعلم أن يعني في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هذا يعني يعني يحضروا، عندهم حضور، وتعلم عند أنها عندما يناديهم الله يحضرون. وفي آية أخرى في سورة المؤمنون يعني يوجد آيتين يقول الله عز وجل فيها: وقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. هذا الدليل أن على أن حضور الشياطين وحضور الجن هي ممكنة. وكيف تحضر؟ الأغلبية تاع الجن تحضر، وعلى الشياطين تحضر إذا كان نادى الإنسان هذيك الجن، أو نادى بطلاسم، انظروا إذا نادى بطلاسم، وإذا نادى بأسماء تلك يعني السلاطين الجن، أو نادى بيعني حكمة شيطانية سحرية، تحضر الجن، تحضر الشياطين وتخدم له. الآن انظروا الشيء بسيط، إذا كان إبليس وجنوده والجن الفاسق الظالم وكل هذه يعني الأشرار وكل يعني دابة شريرة إلى آخره، يعني تنادى بطلاسم، تنادى بحكمة سحرية، بحكمة شيطانية، فكذلك تنادى الملائكة والصالحين وجنود الله بالنداء الرباني، وهو النداء للصلاة. إلا أنه هذا الفلاح الذي حي الفلاح الذي نناديهم به هو يعني لفعل الخيرات، وليعني يعني طرد الشر على بعض، أو الظلم تاع الجن والشياطين،
إلى آخره على بعض الناس، أو طرد العمار من البيوت، أو شياطين دخلت البيوت إلى آخره. ومنهم يعني ناس استعملوا هذه الحكمة وهذه الطريقة، طلبوا أكثر من هذا، منهم من طلبوا بعد هذا النداء وحسوا بالحضور، طلبوا أن يأتوهم بأموال ويأتوهم بكنوز، أو يعني تنحط أمامهم. وهذا يعني شيء يعني على كل حال احنا نصدقه، لأن هذا الشيء ممكن، كما أن الجن ترفع أشياء، الملائكة والصالحين وهذا جنود الله الذي لا نعلم يعني الأشكال تحوم وما هم، يعني يستطيعون أن يحملون يعني أشياء وأموال، خاصة الأموال التي ضاعت أو مات صاحبها. وهذا ما كنت أريده أن أبلغه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.